حمد السيد اسكندراني. هو بيدرس في المانيا، عارف خلص ولا لسه هيرجع المانيا تاني، انما ليا معاه انا شخصيا كل سنه حفله. السنه اللي فاتت دي وعملنا حفله سوا، والسنه دي احنا عملنا حفله سوا. عايز اقول حاجه مهمه قوي، ان هو من اساتذته في مصر دكتور اشرف شراره. ألكسندر بيلي من ألمانيا. في تفاصيل كتير قوي بس عقد الدكتور نيفين تقولها، قال لها ما بتكلمش على مسرح بعزف بس. ممكن نشغل الهارسكوت صوت. حد معانا في الصوت لو سمحتوا؟ لا لا لا، مشغل الهارب.